خلينا نشوف هذا المكان صراحة من الأماكن برضو اللي كثير بحبها، ونفس الحديقة اللي هي حديقة الشيراتون. كل مكان شوي راح يكون دوشة لأنه النوافير اللي وراي هي شغالة صراحة، صوتها كثير عالي، بس إن شاء الله إني أقدر أضبط هذا الموضوع الفيديو لأنه المكان كثير حلو ولازم آخذ فيه هذا الفيديو. حديقة الشيراتون صراحة من أحلى الحدائق الموجودة في دولة قطر من ناحية اللاندسكيب، إشي تفاح. فأنا كثير بحب إن أنا أجي عليها وكثير بحب إن أنا أصور فيها، وحبيت أجي هذا المكان هلا إن شاء الله بالفيديو بأخذ هيك جولة، بأخذ تصوير شوي للأشياء اللي موجودة في هذا المكان. فزي ما حكيت لك هذا من أهم الأماكن اللي أنا بحب إن أنا أصور فيها. وليش؟ شو معلم احكي لي، هل هذا المكان زي ما انا بحكي لك هو حلو؟ هل اللاندسكيب تبعه حلو؟ هل المكان لطيف ومناسب انك انت تشتغل فيه او تقعد فيه او تصور فيه؟ طبعا من الاماكن اللي كثير بزورها عشان اصور فيها الفيديوهات، او بزورها عشان اصور فيها الفوتوغرافي سيشنز اللي بعملهم. الفيديو اللي اليوم راح احكي عنه اللي هو سألت كثير عنه واندوشت عنه أسئلة، واللي ما بعرف ليش الناس تسألني اياه، بس يمكن الفضول دبحهم، بحترم هذا الفضول. يا عمي انت جننتنا بدولة قطر وتعالوا اشتغلوا في دولة قطر، او اذا لقيت شغل في دولة قطر في من احسن الدول انت ما تشتغل فيها، او قطر هي من اعلى الرواتب الموجودة في العالم، او من اعلى، مش الرواتب خلينا نحكي، من اعلى الدخل للفرد في العالم، فقديش راتبك انت يا اخي؟ أو كم بتدخل شهريا مبالغ في دولة قطر؟ كم معك مصاري في البنك؟ كثير أسئلة من هاي الأسئلة اللي تجيني، بس لكم بحترم شوية الفضول اللي يمكن بتدح الناس، إنه عشان أنت بتحكي وبتطلع دائما بتحكي بهذا الموضوع، شو بيسألوك إنه إيش هو الإنكم اللي أنت ممكن تحصله في دولة مثل دولة قطر؟ أنا بطلع فوق لأنه في عندي هلا بفرجيكم الموضوع، في ناس عم تمشي، لأنه هو أنا أصلا حاليا في ليفل أقل من الليفل اللي هو أساسا ليفل الشارع. فالفكرة في الموضوع، خلينا نبلش ما نطول أكثر من هيك. هاي الأسئلة بلشت تجيني خاصة بعد الفيديوهات اللي كنت أحكي عنها كثير، كل هي بتحكي عن الوظائف في دولة قطر، كيف تيجي على دولة قطر، كيف تدور على شغل في دولة قطر، وإنه الشغل متوفر في دولة قطر، وإنه الرواتب منيحة في دولة قطر، وإنه تقدر تعمل أشياء تزيد من دخلك في دولة قطر، واو إلى آخره. فحبيت إني أطلع وأحكي شوي معلومات راح تفيد الجميع، مش بس عن أنا كيف راتبي وكيف دخلي، بس إن جنرال إنه إيش هي الأفريج تبع الرواتب الموجود في دولة قطر. هلا لما تسألني أنا قديه دخلك أو قديه بدخل، وحكيت لك $3 ولا حكيت لك $3 مليون، مش هون المعضلة. الفكرة في الموضوع اللي أنت ممكن إنك أنت أول شيء تفكر فيه إيش شغلك أنت في دولة قطر اللي بيجيب لك دخل X أو Y أو Z، وإيش هي الأشياء اللي أنت بتعملها واللي تقدر تعملها في دولة قطر. عملت هيك شوي سكريبت صغير لحتى إني أنا ما أنسى شيء منهم، لأنه مرات تنسى أنت من الأشياء اللي لك فترة مثلا عملتها تنسى أنها موجودة على الليست تبعك. أنا مهندس معماري، البوزيشن تبعي هو تيم ليدر، اشتغلت بروجكت مانجر، اشتغلت بروجكت بيم مانجر، واشتغلت بيم ليد. هذول البوزيشنز اللي انا اشتغلتها اللي هي معنيه في تخصصي، والمهندسين المعماريين على الاغلب فاهمين ايش الشيء اللي انا بحكي عنه. اشتغلت كمان بروجكت اركيتكت، وحاليا انا في موقع بروجرام بيم مانجر. بروجرام بيم مانجر بروجرام يعني هي مجموعه بروجكت ريليتد مع بعض تندرج تحت مظله واحده بيسموها البروجرام. سو هلا انا مش بروجكت مانجر، انا بروجرام بيم مانجر، وهاي ببساطتها. سو بنقدر نحكي انه از ا جروب اوف ريليتد بروجكتس بين قوسين بيم مانجر. هل كنت تسمحوا لي ما احكي رقم محدد عن ايش الدخل تبعي او ايش الانكم او ايش الراتب او وات ايفر اللي معني بهذا الموضوع، لكن راح احكي لك مجموعه معلومات تفيدك اكثر من انك انت تعرف هذا الرقم، او انك تعرف كم بدخل شهريا، تفيدك انت تصير تدخل اكثر شهريا. هلا افريج معدل الرواتب للمهندس المعماري، خلينا احكي اللي بعمري او بعمر الخبره اللي انا اشتغل فيها بعد ما تخرجت، اللي هي 5 years plus، اكثر من 5 سنين واكيد اقل من 10 سنين. سو في قطر بشكل عام مستوى الراتب، او خلينا احكي معدل الرواتب لهاي الشريحه من المهندسين المعماريين بهاي الخبره، هو بيبدا من 6000 قطري ريال او من 6000 ريال قطري.
والمعدل تبعه بين 9000 ل 15000 ريال. سو ما تقبل انت برقم اقل من الارقام اللي انا بحكيها. حتى 6000 اللي انا بحكي لك اياها هاي ما تقبل فيها. لو انا بنعرض علي هذا الشغل انا ما بقبل ان انا اشتغل براتب 6000 ريال قطري، لانه بحس انا انه بنزل من قيمة المهنة اللي انت قاعد تشتغل فيها. هلا الرقم اللي انا بنصح فيه للبوزيشن اللي هو يكون 12000 ريال فما فوق. اذا حصلت على 12000 وفوق انا بنصحك انك تروح، لانه هذا الرقم منيح. 10000 حتروح، بس انا لو انا مثلا مكانك انا ما بروح، مثلا باخذ 10000 ريال قطري. وهذا هو الوضع العادي. طبعا اذا كنت مضطر شيء ثاني، بس انا بحكي عن الوضع الطبيعي، انه اذا انت بتدور على شغل لتغير مهنتك لتحصل على رقم منيح مثلا، او انت اجتك فرصه هل اروح لها ولا ما اروح لها. اذا انت قاعد تحكي عن مهندس معماري بالخبره اللي انا حكيتها 12000 ريال بلس، يعني اكثر من 12000 ريال، فاروح دايركت يعني. هلا اذا مهندس معماري بهاي الخبره وعنده مهارات اكثر من المهارات اللي ممكن تكون موجوده عند الناس او المهندسين المعماريين اللي بهذا الجيل اللي بعدد سنوات هاي الخبره، بيصير الموضوع حسب الشركه، حسب شو المشروع، حسب المصمم الوظيفي اللي انت رايح عليه، حسب شو الجوب ديسكريبشن اللي انت لك، اللي انت لازم تقرا وتعرف شو هو بالضبط، ايش الجوب ريسبونسبيلتيز اللي انت لازم تعملهم، ايش المسؤوليات اللي انت لازم تعملها في هذا الموقع اللي انت رايح عليه. فانت قياسا على هذا الموضوع اذا زاد عن الوضع الطبيعي لمهندس معماري بهذا العمر، يعني انت هو بروموتد لتكون بروجكت مانجر او بن مانجر او سايد بروجكت مانجر او وات ايفر البوزيشن اللي اعلى من البوزيشن اللي انت لازم تاخذه بخمس سنين، سو ال 15000 ريال اللي حكيتهم قبل شوي بصيروا رقم انت ما لازم تاخذه، انت لازم تاخذ اعلى منه. فاذا انت كنت promoted لأشي مثلا بهذه المسميات، فأنا بنصح إنه الرقم اللي أنت تطلبه يكون بين ال 15000 لل 25 أو 26000 ريال. وهذا طبعا حسب الشركة ديفينتلي، وحسب أنت يعني كيف بتمشي أو كيف بتسوق لحالك في الشغل أو في البوزيشن اللي أنت رايح إنك أنت تشتغل فيه، أو للشركة اللي أنت رايح عليها، وحسب الشركة وحسب شو عندها مشاريع وحسب قدرتها على الدفع. سو حكينا المعدل بين 15000 ريال ل 26 أو 27000 ريال. طبعا 25000 ريال بلس لواحد بخبره 5 سنوات 6 سنوات شو مكان البوزيشن اللي انت رايح عليه، بصفي الموضوع كثير صعب، اكثر من 24 أو 25000 ريال بصفي كثير صعب انك انت تحصل على هذا الرقم في اي مكان، مش بس في دوله قطر، لانه في سلم بالاخر للرواتب حسب الخبرات. اوكي انت احسن بكثير من الخبره اللي انت فيها، لكن في رقم معين احنا ما راح نقدر نطلع عنه. سو اذا انت حصلت على شغل ببوزيشن اعلى وكان الدخل بين اكثر من 15000 واقل من 25000 بتنتلي روح. طبعا اذا اكثر من 25000 ما راح اقول لك ما تروح، يعني اذا جبت شغل ب 50000 ريال فجو اهيد، يعني هذا هو الشيء اللي كثير منيح اللي بنحبه للجميع. هلا اذا سلمت طيب بوزيشن كثير اعلى من البوزيشن اللي انا حسب سنوات الخبره لازم اخذه، اعطوني مهام كثير اعلى من المهام اللي انا لازم اخذها، وكان الراتب تبع هذا البوزيشن هم بيعطوني اياه مثلا 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 35000 لكن انا اعطوني 23000 مثلا، هل اقبل ولا ما اقبل؟ اذا كان راتبك اقل من هيك اصلا في الشركه اللي قبل او في البوزيشن اللي قبل، سو ديفينتلي راح تقبل، هذا احنا كنا متفقين عليه. لكن كيف انا ممكن انا احصل على شيء من حقوقي احسن من الشيء اللي انا كنت انا المفروض اخذه بهذا الراتب؟ في شيء في الحياه اسمه بونص. هذا البونص حسب البروجكت حسب البوزيشن بيكون مرتبط بالبروجكت او البوزيشن او المهام الممكن لك في هذا الموضوع. سو انت ممكن انك انت تطلب بونص هم مش ملزمين فيه، وانت حقك انك تطلبه. فاذا وصلتوا لاتفاق والله اعطوك مثلا اعطوك باكج 23000 اعطوك 4000 بونص كل شهر على حسب البروجكت، او اعطوك مثلا 1% او 0.5% من البروجكت ريفينيوز اللي انت راح او التوفير اللي راح تحصله في البروجكت اذا انت انجزت في وقت معين وفي طريقه معينه وعلى اخره. سو انت ممكن تتناقش في هذا الموضوع. طبعا غير موضوع الراتب الشهري والبونص والحوافز، شو ممكن انك انت تعمل؟ ممكن انك انت تعمل جوب او سايد جوب انت غير التزامك بالوظيفه اللي بتشتغل فيها. ممكن انك انت تشتغل فريلانس. انا شخصيا انا بشتغل فريلانس بروجكتس، انا بعطي كورسز في المجال اللي انا بشتغل فيه، وانا بشتغل فيديوغرافي وبشتغل فوتوغرافي سيشنز وبشتغل اديتنج سواء للفوتوغرافي او للفيديو، بقدر اعمل شوي مونتاج بطريقه اللي انا بشوفها مناسبه. كمان بشتغل في الديزاين، بقدر اعمل مثلا براندنج، ممكن اعمل لوجوز، ممكن اعمل بانرز، ممكن اعمل وات ايفر شيء ريليتد للجرافيك ديزاين بالمجال اللي انا بقدر اني انا اشتغل فيه. سو في عندك بلاتفورمز هي تشتغل انها هي تبروموت انه في
فريلانسرز ممكن يشتغلوا على هدول البروجكتس. في قطر مثلا في واحده من البلاتفورمز اسمها بي 5 تواصلت معي وحكينا واخذنا شغل. انترناشونال في موقع اسمه جورو GURU.com اي ثينك، تقدر انك انت تعمل عليه اكونت انك انت تجيت بروموتد لجوبس انت ممكن تشتغل عليهم. فهذا باختصار معلومات اللي هي ممكن تفيدك في هذا الصدد اكثر من انك انت تعرف انا قديش راتبي الشهري او قديش بدخل شهريا. هاي المعدلات تبعت الارقام اللي انت ممكن انك انت تصير تاخذ وتعطي وتطلب وترقد على اساسها، وايش الاشياء اللي غير الشغل او الوظيفه اللي انت لازم تلتزم فيها دائما اللي انت بتقدر تعملها وتزيد من مستوى الدخل سواء كنت في قطر او في غير قطر. اتمنى اني انا بعد شهر اشوفك قاعد تشتغل معي هون ببوزيشن اعلى من البوزيشن اللي انا بشتغل فيه بدخل وانكم وراتب احسن من الراتب اللي انا بشتغل فيه، وتعمل جوبس اكثر من انا بعملهم، واصير انا اسالك قديش انت بتدخل، واصير انا اسالك شو الاشياء اللي انت بتعملها. اذا شفت انه هذا الفيديو مفيد فيا ريت لو تعمل لايك شير وتعمل سبسكرايب للشانل، تعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل حتى تصير توصلك الفيديوهات او الاشعارات تبعت الفيديوهات اللي راح تنزل في كل يوم على الاغلب احد، او بالفترات اللي احنا بننزل عليها او بننزل فيها على الشانل. يا ريت لو تشاركني بالكومنتس ايش هي الافرجز تبعت الرواتب اللي انت بالمكان اللي انت قاعد تشتغل فيه، تحكي لي ايش نصائحك للشباب اللي هم ممكن يزيدوا من طريقها دخلهم او يزيدوا عن طريقها خلينا نحكي الابيليتي عندهم ان هم يطلبوا رواتب سواء اعلى او احسن من الرواتب اللي هم بيشتغلوا فيها. وشكرا لكم ويعطيكم الف عافيه، وبشوفكم بفيديو ثاني. هلا خلينا نشوف المكان ونعرف ليش انا بحب هذا المكان من ناحيه اللاندسكيب. ليتس جو.